ينضم إلينا من خان يونس يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية. بعد التحية يوسف، يعني لا يوجد يوم يخلو من الشهداء والضحايا المصابين في قطاع غزة، ما آخر التفاصيل لديك وعدد الضحايا اليوم؟ بالفعل منى، هي تطورات ميدانية متلاحقة في قطاع غزة، خاصة المحافظة الوسطى التي شهدت أيضا ليلة دامية إثر سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منازل المدنيين. آخر هذه الغارات كانت في مخيم النصيرات بعدما دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية بناية جولس شمال مخيم النصيرات. قبلها بدقائق أيضا دمر الاحتلال الإسرائيلي عمارة هيا في مخيم النصيرات، وتحديدا في المخيم الجديد. هذا القصف أسفر عن استشهاد طفلة وإصابة 4 آخرين من المارة. قبل ذلك أيضا أغار الطيران الحربي على برج رقم 7 في أبراج عين جالوت في المنطقة الشرقية من مخيم النصيرات، وقد دمر بشكل جزئي بليغ هذا البرج، وكان قد سبق ذلك بساعات تدمير برج رقم 10. لأننا نتحدث في غضون أقل من 48 ساعة عن تدمير أكثر من 15 منزلا مأهولا بالسكان، إلى جانب عمارة جولس وهي عمارة مؤلفة من عدة طوابق، وبرجي 10 و7 في منطقة عين جالوت شرق مخيم النصيرات. وحينما نتحدث عن بنايات وأبراج سكنية، يعني أننا نشير إلى عشرات العائلات التي باتت بلا مأوى جراء هذه الغارات. في مخيم البريج استهدف منزلا بعد منتصف الليل، أسفر هذا القصف عن استشهاد 9 مواطنين حسب المصادر الطبية الفلسطينية، وقد سبق هذا القصف أيضا استهداف محلا تجاريا أدى لاستشهاد 3 مواطنين. قرابة 16 شهيد فقط في مخيمي البريج والنصيرات في أقل من ساعتين عند منتصف الليل جراء سلسلة الغارات التي استهدفت هذه البنايات السكنية. بينما هنا في مدينة خان يونس يشيع الفلسطينيون في هذا التوقيت جثامين 7 من الشهداء الذين استشهدوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت مستودعا في المنطقة الشرقية من خان يونس، وتحديدا منطقة ترميضة. وكل هؤلاء الذين قتلوهم من عائلة إقديح، نازحون لجأوا إلى هذا المستودع بعدما دمر الاحتلال الإسرائيلي مساكنهم في منطقة عبسان. أيضا في مدينة رفح واصل الاحتلال الإسرائيلي نسف وتدمير البنايات السكنية في منطقة الحي السعودي ومنطقة تل السلطان، ونلحظ أنه في الأيام الأخيرة هناك تركيز واضح على المنطقة الغربية من مدينة رفح، سواء بالقصف المدفعي أو قيام جنود الاحتلال بعمليات نسف تحت السيطرة لمربعات سكنية بأكملها، إلى جانب القصف الذي يطال المناطق الجنوبية والمناطق الجنوبية الشرقية من مدينة رفح أقصى جنوب القطاع. نعم يوسف، هناك أيضا سقوط لصحفي شهيد ضمن الاستهدافات على مخيم النصيرات، ضمن 162 صحفيا سقطوا في قطاع غزة في تلك الحرب. يعني لو تصف لنا كيف يعمل الصحفيون في تلك الأجواء وكيف يؤدون مهام عملهم؟ أولا نشير إلى أن الزميل الصحفي ارتقى بعد استهداف منزل عائلة غراب في المخيم الجديد في المنطقة الشمالية الغربية لمخيم النصيرات، وسبقه أيضا بساعات الليلة قبل الماضية استهداف منزل عائلة أبو جاسر، واستشهاد أيضا زميل صحفي رفقة زوجته وطفليه وأمه في المنطقة الشمالية من قطاع غزة. حينما نقول إن 161 إعلاميا قتلوا منذ بدء الحرب، نحن نتحدث عن استهداف ممنهج للإعلاميين الفلسطينيين، سواء في الميدان أو استهدافهم خلال تواجدهم مع عوائلهم في المنازل. لذلك هناك صعوبة بتحرك الزملاء الإعلاميين في الميدان، وبالأمس أيضا أصيب أحد الزملاء الإعلاميين محمد إكي حينما قصف الاحتلال الإسرائيلي برج رقم 10 من أبراج عين جالوت شرق مخيم النصيرات. لا يوجد أي تنسيق من أجل دخول الإعلاميين إلى المناطق المستهدفة،
ولا توجد حماية أيضا للإعلاميين نظرا لعدم التزام الاحتلال بكل المواثيق والأعراف الدولية، بل تعمده استهداف الطواقم الإعلامية كما جرى في أكثر من منطقة. لذلك الإعلام الذي يتحرك في الميدان هو يتحرك بقرار ذاتي وانطلاقا من موضوعيته في العمل وانحيازه أيضا لقضيته ومن أجل توثيق الجريمة الإسرائيلية ونقل ما يجري. إضافة إلى ذلك لابد دائما من التذكير بأن الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة سنوات قبل هذه الحرب وهو يحظر دخول المعدات الخاصة بالعمل الصحفي، سواء هذه التي نرتديها في الحروب من أجل حمايتنا من القصف أو إطلاق النار، الخوذة غير متوفرة لكثير من الإعلاميين، وربما البعض يلحظ أن هناك بعض الإعلاميين الذين يرتدون هذه السترة الواقية وهي مهترئة وربما لا تحمي من شيء وانتهت صلاحيتها. لذلك العمل الإعلامي معقد، هناك عدد كبير من المؤسسات الإعلامية فقدت سيارات البث إما بفعل التدمير الإسرائيلي لها خلال العمليات البرية كما جرى في منطقة الشفاء بمدينة غزة وفي شمال القطاع، أو جراء تلفها وعدم توفر قطع غيار لإصلاح هذه السيارات، وهنا أتحدث عن سيارات البث. لذلك العمل الإعلامي إلى جانب العمل الصحي هي باتت من الأعمال الشاقة المعقدة في قطاع غزة مع استمرار الحرب في شهرها العاشر. نعم، كل السلامة لك يوسف، أنت وزملائك ممن يقوم بمهام عملهم بكل جدية وشرف. أيضا أريد منك يوسف أن تطلعنا على الأوضاع الميدانية للسكان، خاصة بعد الاستهدافات اليومية المتكررة على مناطق متفرقة في الشمال والوسط والجنوب لقطاع غزة وأيضا مدينة رفح الفلسطينية. نعم، في كل المناطق هناك حركة نزوح يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بسبب اعتداءاته على مناطق متفرقة من القطاع. الملاحظ أن الأسبوع الأخير معظم الغارات الإسرائيلية تركزت على منطقتي البريج والانصيرات، وهنا نتحدث عن قرابة 150 شهيد في أقل من أسبوع فقط في هذين المخيمين، وتدمير أكثر من 40 منزلا سكنيا، إضافة إلى مبان تضم عدد كبير من الشقق السكنية كما جرى مع أبراج عين جالوت وعمارة جوليس اليوم. هذا يعني أن الواقع الإنساني يزداد سوءا وتعقيدا. نحن نتحدث عن مواطنين يفقدون يعني المأوى جراء الاستهداف الإسرائيلي إما المباشر وقتل أصحاب المنزل، وفي بعض الأحيان تكون هناك اتصالات من الجانب الإسرائيلي لإظهار الجيش بدور الأخلاقي والإنساني الذي يحذر المواطنين بالإخلاء لهذه المنازل ومن ثم تدميرها بشكل كلي كما يحصل الآن مع كثير من المنازل في المحافظة الوسطى. إضافة إلى ذلك الأزمات الإنسانية المتراكمة بعد 10 أشهر والأزمات الصحية التي أفضت مؤخرا إلى تأكيد منظمة الصحة العالمية ظهور فيروس متسبب بشلل الأطفال هنا في قطاع غزة، وهذا أيضا أمر خطير إلى جانب جملة من الأوبئة التي انتشرت في القطاع نظرا لانعدام النظافة الشخصية. الاحتلال الإسرائيلي منذ فترة طويلة يحظر دخول المنظفات إلى قطاع غزة. قبل أيام استمعنا إلى أحد الناطقين باسم مشفى ناصر يتحدث عن فقدان أدوات التعقيم والنظافة داخل المشافي. لذلك الواقع الإنساني معقد، توفير الاحتياجات اللازمة بالكاد يتحقق في قطاع غزة. في محافظتي الشمال وغزة هناك خصوصية أكثر نظرا للحصار المفروض وعدم سماح الاحتلال بتوريد الكثير من المستلزمات اليومية سواء الطبية أو الاحتياجات والسلع الأساسية. لذلك هناك أيضا شبح مجاعة ما زال يلوح في أفق المحافظتين الشمالية وغزة، وكما تقول أيضا المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة إن استمرار العملية العسكرية البرية في رفح تحول دون دخول المساعدات إلى القطاع، وهذا يفاقم واقع النزوح كون النازحين كانوا في البداية يعولون على ما تقدمه سواء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا أو غيرها من المؤسسات الدولية لمراكز الإيواء من دعم بالسلع وسلات غذائية. اليوم تراجعت النسب بشكل كبير نظرا للإجراءات الإسرائيلية المعقدة التي لم تعد تسمح بمرور وتدفق الشاحنات عبر معبر رفح البري. وبالأمس أشارت الأونروا إلى أن هناك أكثر من 500 شاحنة فقط للأونروا بانتظار السماح بدخول إلى قطاع غزة. لذلك الواقع الإنساني يزداد تعقيدا وصعوبة كلما استمرت هذه الحرب وطالما استمرت آلة القتل الإسرائيلية باستهداف المدنيين ودفعهم للنزوح سواء نحو المناطق الغربية من دير البلح أو هنا في
في مدينة خان يونس. أنا بشكرك يوسف أبو كويك مراسل القارة الإخبارية، كل التحية لك ونرجو منك السلامة والحذر دائماً.